أهلا ومرحبا بكم، معكم محمد شرقاوي من شركة فاتوس لشرح الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. سنتدرب اليوم على كيفية استيراد آلاف الأصناف بضغطة زر واحدة من ملف إكسل. دعنا نوضح أولا شكل نموذج الإكسل. الصف الأول عبارة عن رأس الجدول، لا تقوم بحذفه أو تغيير أسمائه أبداً. نقوم بإضافة الصنف كما يلي: اسم الصنف باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة، كود الصنف، كود الصنف العام الباركود، سعر الوحدة الكبرى، ففي هذا المثال سعر الوحدة علبة يساوي 12، أما سعر الوحدة قطعة فيساوي 6. اسم الشركة المصنعة يمكنك تركه فارغ. عدد الوحدات الصغرى، في هذا المثال عدد الوحدات الصغرى قطعة الموجودة في الوحدة الكبرى علبة يساوي 2، أي كل علبة من هذا الصنف تحتوي على قطعتين. اسم الوحدة الصغرى، اسم الوحدة الكبرى. المادة الفعالة، المادة الأساسية في تصنيع الصنف، يمكنك تركه فارغ. وبنفس الطريقة نقوم بإدخال بيانات آلاف الأصناف في هذا الملف. إذا كان للصنف وحدة واحدة نكتبها في حقل الوحدة الكبرى، وأيضا نكتبها في حقل الوحدة الصغرى، ونكتب عدد الوحدات يساوي 1. ملحوظة: هذا الملف موجود بالأسفل في وصف الفيديو، وموجود أيضا في الشرح. نقوم بإدخال مثال للبيانات كما يلي: قمنا الآن بكتابة بيانات 3 أصناف، نحفظ الملف في مكان معروف وآمن. دعنا الآن نقوم باستيراد الأصناف من الملف الذي قمنا بإعداده. من القائمة الرئيسية اضغط على قائمة المخازن، ثم اختر استيراد الأصناف. اختر المصدر ملف إكسل واضغط بحث، ثم اختر ملف الإكسل الذي يحتوي على الأصناف الموجودة لديك على جهازك واضغط فتح Open. سيظهر لك قائمة الأصناف التي تم إيجادها في ملف الإكسل وعددها. نقوم بتحديد الأصناف التي نود إدراجها للبرنامج عن طريق الضغط على مربع التحديد بجانب الصنف. كما يمكننا تحديد مجموعة أصناف تبدأ من صنف معين وتنتهي بصنف معين ضمن القائمة الموجودة بالأعلى والضغط على اختر. للبدء في عملية الإدراج اضغط على زر إضافة وتحديث الأصناف التي تم تحديدها. يمكنك إيقاف العملية في أي لحظة بالضغط على إيقاف. بمراجعة الأصناف نجد أن الصنفين الذي قمنا بتحديدهم تم إضافتها للنظام. أشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. لمزيد من المعلومات اضغط على أيقونة المساعدة أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.vatos.com.